مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رأيكم. موضوع نهار اليوم حول اليوم الوطني للفنان وكذا جائزة رئيس الجمهورية للشباب المبدعين. نتابع مع بعض آراء مختلف الفنانين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. على كل حال اليوم كان يوما مميزا. 8 جوان لهذه السنة كان فيه بشائر خير، فيه حضور مميز للفنانين، فيه وقت فيه الكثير من التفاؤل، وإن شاء الله بإذن الله هذه السنة في أواخر من الأشهر الأخيرة من هذه السنة سوف نبشر أو كل الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات بأخبار سارة. عرفت أنه يكون فيه إن شاء الله مدينة إنتاج بإذن الله، تكون كاينة مصحة استشفائية للفنانين، تكون كاين مدرسة إعلامية، مدرسة تكوينية للفنانين، تكون فيه مسارح أو مساحات خاصة أو مراكز خاصة بالفنانين وين نديروا فيها، وين يكون فيها إن شاء الله مكتبة وأيضا قاعة للمناقشة، نتناقش فيما بيننا، نلتقي فيما مع بعضنا، نتبادل أطراف الحديث، نبكي ونضحك فيها، يعني يكون فيه مجال خاص إلا للفنانين والفنانات. هذا شيء يشرفني حبيبي. فوالا احنا رانا فرحانين اليوم نهار كبير بالنسبة للفنان، بالنسبة ليا والفنان الجزائري، لأنه اليوم كانت التفاتة شابة وكبيرة اللي برهنت للفنانين بأنه كان تطور كبير يعني بالنسبة للميدان، وخاصة اليوم يعني حصلنا الشرف وكان معنا البريزيدون دو ريبوبليك رئيس الجمهورية وكان برومي مينيس، وكانوا يعني دي بيرسوناليتي اللي قيمونا وجاو لينا وقالوا لنا جوايز انيفرسال الفنانين تاعنا وكل شيء. عرفنا بانه الستاتيو تاع الارتيست راه رايح ان شاء الله عن قريب راح يبان، وين الفنان اللي كان يسوفري واللي ما كانش عنده سيكيورتي سوسيال وما كانش عنده يعني كان شويه مهمش. الحمد لله دركا يعني بدينا نشوفوا بلي القيمه بدات تبان بدات تطلع، والفنان دوك عليه يعني راهو دوبلومون ريسبونسابل. علاه؟ لانه خلاص راهم شافوا ليه وراهم حوسوا باش يقيموه، حوسوا باش دونك راح يرد باله اكثر ويحاول يدير خدمه اكثر ويحاول يوصل لي ميساج اكثر، ويكونوا دي ميساج نضاف ولي ربي والمجتمع وربي، ونساهموا في تربيه الطفل ونضربوا على اعلامنا سي نورمال هنا ولا في الخارج في لي فيستيفال ولا فيما يخص الاغنيه ولا المسرح ولا وفنانين كامل يعني بصفه عامه توتار كونفوندو. اليوم الوطني للفنان هو اصبح ذاكره وطنيه كل عام يحتفلوا بها الفنانين في الجزائر، واصبح عندها اهتمام كبير بما انه رئيس الجمهوريه بشخصه يجي ويحضر ويتكلم على الفنانين ويشوف اوضاعهم، وكذلك في هذا اليوم يكرم الناجحون ويكرم الفنانون والمبدعون في جائزة رئيس الجمهورية علي معاشي للفنانين المبدعون. ونلاحظوا أن هذه المسابقة الوطنية اللي راهي تجرى على طول السنة في برعاية وزارة الثقافة والفنون الجزائرية راهي تخرج فنانين في المستوى، راهي يكون عندنا كتاب نصوص مسرحية، كتاب سيناريوهات، وراه يكون عندنا كذلك مخرجين موسيقاريون وكذلك مخرجون مسرحيون ومخرجون تلفزيون وسينما. ونظن اليوم انه هذا المكتسب الكبير اللي اصبح عند الدوله الجزائريه ووزاره الثقافه من شبابها من شلتها هي اللي نظن رايحه تعطي قوه وعزم على ان نبني جزائر جديده كما تريدها الدولة الجزائرية برعاية رئيس الجمهورية. فيما يخص العرض اللي شفناه، شفناه إيماءات كبيرة ورقصات جميلة
في عرض كوريغرافي احتوى الكثير من السلام، تكلم عن السلام، السلام في الجزائر، السلام في العالم العربي، في العالم بأسره. والمبدعون الشباب كانوا جد رائعون، وكما نقولوا حنايا فوتوا الرسالة للجمهور، وفهمنا أنه لازم باش نبدي جزائر قوية لازم السلام يكون فيها جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب صياد من مدينة سيدي عامر ولاية مسيلة، متوج بالجائزة الأولى أو المرتبة الأولى من جائزة رئيس الجمهورية فرع رواية عن رواية بيت أسيا قرمزلي. الحمد لله توجنا بهذه الجائزة في هذا اليوم، اليوم الوطني للفنان، وهو ذكرى استشهاد الفنان القدير السيد علي معاشي رحمه الله تعالى. كانت هذه الجائزة علامة فارقة في تاريخ الثقافة الجزائرية المعاصرة، لأنها تعطي انطباعا واضحا جدا محليا ودوليا على اهتمام الجزائر بالأدب وسائر أنواع الفنون، لأن هذه الجائزة تعطى في ثمانية أنواع من الفنون من بينها الرواية والشعر والفن التشكيلي وغير ذلك. والله هذا اهتمام يعني السلطات العليا والدولة الجزائرية بيوم الفنان، وتحديد يوم معين متعلق بذكرى كما قلت وفاة أحد كبار الفنانين الجزائريين، يعني يؤكد أن الجزائر دولة لها ثقافتها الخاصة، لديها اهتمام كبير جدا بالفنانين، ومع ذلك يعني نرجو أن تكون هنالك تطبيقات عملية للامتيازات الموجودة في قانون الفنان الذي تحدثت عنه السيدة وزير الثقافة وكذلك أكده رئيس الجمهورية. نتمنى أن ينال الفنان الجزائري سواء كان شابا أو كبيرا أن ينال حقه وامتيازاته الموجودة في قانون الفنان، أن تفعل بطاقة الفنان التي وعدت بها السيدة الوزيرة حتى تكون هناك بيئة أكثر اتساعا وأكثر حرية للفنان للإبداع وتقديم مزيد من النصوص ومزيد من الإنتاج. معكم خليل عباس من ولاية تبسة، متوجا اليوم بجائزة رئيس الجمهورية للشعراء الشباب عن فئة الشعر، ديواني الموسوم بما تسرب من مدائن الضوء. أنا سعيد جدا وفخور بهذه المرتبة وهذا التوفيق وهذا التمكين. توجت رفقة أصدقائي الأدباء والشعراء في أصناف عديدة، جائزة علي معاشي جائزة وطنية معروفة في طبعتها 17 هذا العام. شكرا للسيد الرئيس الذي أشرف على هذه التكريمات والذي آثر أن يمنحها يعني بنفسه إلى هؤلاء المتوجين. لا تسعني للكلمات حتى أعبر أكثر، أنا سعيد جدا وفخور بهذه الجائزة وأعتبرها انطلاقة لما هو آت إن شاء الله، أو فاتحة خير إلى الكثير من الفتوحات أخرى إن شاء الله. الوزارة أو مديرية الثقافة تحتفي بالفنانين، تحتفي بالمبدعين عامة. صحيح هناك بعض التهميش، لكن يعني أقولها بصراحة، المبدع عندما يفرض نفسه لا يهمش، المبدع عندما يحاول أن يضع يعني يحاول أن يترك بصمته، يحاول أن يكون له حضور قوي في الساحة، إلا إذا كانت برغبته أن ينسحب أو أن يبقى في الظل، فهذا يجب علينا أن نحترم هذا الموقف. مساء الخير، عبد القادر العربي من ولاية غليزان، فائز بجائزة علي معاشي في صنف الشعر بديوان شعري بعنوان أناشيد الأسفار المهملة. يعني أنا سعيد جدا بهذا التتويج، خاصة وأنه كان تتويجا مميزا بحضور القيادات العليا للبلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، وسعيد جدا باهتمام الدولة وإطاراتها بشكل خاص بالجانب الإبداعي والثقافي عموما في يوم الفنان وتكريمه كفاعل حقيقي في المجتمع الجزائري، ويجب أن يرد له الاعتبار كفاعل حقيقي وكمؤثر في التحولات والتغييرات التي تحدث في وطننا العزيز.
السلام عليكم، معكم بكرة الفا محمد أسامة من ولاية مستغانم، المتوج بجائزة مرتبة ثانية بجائزة رئيس الجمهورية المبدعين الشباب. الحمد لله نشكر، هذا توفيق من عند الله، واللي هي كانت اليوم حفل تكريم جوائز من قبل رئيس الجمهورية، لنشكره كثير على الحضور تاعو اللي كان فيه هناك إضافة واللي فرح معنا. دونك بتزامنا مع اليوم 8 جوان العيد الفنان، نشكر الوزارة الثقافة على رأسهم الدكتورة وزيرة الثقافة سوريا مولوجي اللي صاهرة على الثقافة وعلى بروز الشباب المبدعين وعلى تقديم المساعدة، وإن شاء الله تكون هذه المناسبة كتحفيز حافز للشباب الفنانين، أنا نقول لهم المبدعين، إن شاء الله باش توجور يشاركوا في هكذا تظاهرات وهكذا فرص يغتنموهم إن شاء الله ويبانوا كما نقولوا. إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل فنان مبدع. السلام عليكم ورحمة الله. صدام حسين صحراوي من ولاية باتنا، متوج اليوم ومتحصل على المرتبة الثانية في النص المسرحي المكتوب. سعيد جدا أنا أيما سعادة بهذا التتويج وبهذا المرتبة المتحصل عليها، الحمد لله أولا، ومن ثم الشكر، كل الشكر، كل التقدير للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ما حظينا وما حظانا به اليوم من تتويج وتكريم، دام فخرا وذخرا للوطن للجزائري شعبا وبلدا. وكذلك الشكر لوزارة الثقافة والفنون على رأسهم السيدة الوزيرة الدكتورة مولوجي، كذلك الشكر لكل من سهر على هذه التظاهرة، على هذه المسابقة، سواء من لجنة التحكيم وكل المواطنين، كل الساهرين على إنجاحها، وفعلا كانت التظاهرة في القمة. هذا من جهة. من جهة ثانية، بمناسبة اليوم العالمي للفنان، أهنئ كل فنانين الجزائر بكل تخصصاتهم، بكل المحاور، بكل ما يشمل الفن. كل عام والإبداع، كل عام والفن سائر في الجزائر إن شاء الله. شكرا للمؤسسات العالمية، شكرا لكم أنتم على تواجدكم معنا، شكرا والسلام عليكم. إذن مشاهدينا، كانت هذه آراء مختلف الفنان الجزائريين في اليوم الوطني للفنان. ننسلوا إياكم لختام برنامج رأيكم لنهار اليوم. إلى اللقاء في فرصة أخرى. سلام.